مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة دكالة في هذا الجو الصباحي المتميز صباحة هذا اليوم الجمعة، وجمعة مباركة نبعثها اليكم، اغلى التحايا نبعثها اليكم مشاهدينا من مدينة الجديدة. فجو يعني ممطر، امطار خير الحمد لله تهطلت على مدينة الجديدة في هذا الصباح على عاصمة دكالة صبيحة هذا اليوم الجمعة مشاهدينا الكرام. فكيف داير الجو عندكم بمدنكم؟ فاليوم كنطرحوا موضوع للنقاش، فبعد تهاطل هاد الأمطار الخير هاد الصباح، واش هاد الأمطار يعني تقدر تنقض الموسم الفلاحي؟ فيعني الناس اللي كيعرفوا، الناس اللي سبق لهم يعني يشتغلوا في هاد الميدان وأيضا الفلاحة، فيمكن لهم يعني في تعليقاتهم يقولوا لنا واش يمكن لهم مشاهدينا ومتابعينا الكرام هاد الأمطار يعني تقدر تنقض الموسم الفلاحي الحالي مشاهدينا متابعينا. إذن هذه هي الأجواء العامة هاد الصباح بعد تهطل الأمطار على مدينة الجديدة. إذن هذه هي الأجواء العامة كما كتلاحظوا معنا في صبيحة هذا اليوم، يعني حركية دؤوبة، والكل يعني كنعرفوا كيكون فرحان ملي كتكون امطار خير يعني متهطلة على مدينة الجديدة على عاصمة دكالة. فنتمناو يعني تكون هذه الامطار عمومية بمختلف مدن المملكة المغربية باش هكذا يعني يفرحوا الفلاحة ويكونوا ناشطين صبيحة هذا اليوم مشاهدينا الكرام. فاحنا دائما مشاهدينا كنحييكم على المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي، تحية عطرة نبعثها إلى جميع المشاهدين اللي كيتابعونا أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن. ودائما كيبقى سؤال المطروح للنقاش هذا الصباح، واش هاد الأمطار الخير اللي تهاطلات وكتهاطل على منطقة دكالة يعني تقدر تنقض الموسم الفلاحي الحالي؟ فتحية عاطرة نبعثها إليكم مشاهدينا متابعينا الكرام، فتحية عاطرة نبعثها إلى كل مشاهدينا إلى كل متابعينا اللي كيتابعونا في هذا الصباح في هذه الأجواء الأكثر من رائعة مشاهدينا. وحنا كنخليكم مع هذه الصور الجميلة مع هاد الأمطار ديال الخير مشاهدينا. فكنحيي كل المشاهدين كل المتتبعين اللي كيتابعونا صبيحة هذا اليوم من مدينة الجديدة من عاصمة دكالة. وحنا يعني كنحاولوا كيف كتلاحظوا مشاهدينا كننقل لكم في بث مباشر الأجواء الصباحية هنا بمنطقة دكالة، والحمد لله والشكر لله أمطار خير يعني اللي تهطلت منذ الساعات الأولى من هذا الصباح
على منطقة دكالة وبالضبط يعني عاصمة دكالة مدينة الجديدة. فتحية عطيرة نبعثها إليكم مشاهدينا متابعينا الكرام. فكنحييو جميع الناس الطيبين، جميع الناس اللي كيتابعونا في هذا الصباح، وفتحية طيبة كنقولها إلى كل الطيبين، إلى كل المتابعين، إلى كل الأوفياء اللي كيتابعونا صباحة هذا اليوم من مدينة الجديدة. نحيي جميع المشاهدين أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن، فلكم منا أغلى التحايا مشاهدينا. أنتم كتابعونا على المباشر على قناتكم قناة شفتيدي. فهذه هي الأجواء العامة هذا الصباح، واللي دائما في كل صباح مشاهدينا كنحاولوا يعني نقربكم من الأجواء سواء بمدينة الجديدة أو بمختلف مدن المملكة المغربية. فجو جميل جدا مشاهدينا متابعينا هذا الصباح، وانتم معنا على المباشر. فكنحييو كما قلنا كل الأوفياء، كل تحية طيبة إلى كل الطيبين، إلى كل متابعين الأوفياء اللي كيتابعونا في هذا الصباح. فتحية عطرة كنبعثوها لكم مشاهدينا، وانتم معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي. فهذا هو الجو العام هذا الصباح من مدينة الجديدة. احنا حاولنا يعني نقربكم من الأجواء العامة هنا بمدينة الجديدة صبيحة هذا اليوم، اليوم الجمعة. فجمعة مباركة إلى كل المشاهدين، إلى كل المتابعين اللي كيتابعونا في هذا الصباح صبيحة هذا اليوم. وانتم كتشوفوا يعني عدد من المواطنين اللي يعني كياخذوا الطريق عبر الدراجات النارية، عبر السيارات، كينتقلوا إلى مكان العمل ديالهم، إلى مقرات العمل ديالهم. فموفقين بإذن الله، وجمعة مباركة وأغلى التحايا كنبعثوها لكم وانتم معنا على المباشر في هذه الصباحة في هذا الجو الصباحي. يعني تحية إلى كل متابعينا مشاهدينا، ودائما النقاش الصباحي هذا اليوم يعني أمطار خير اللي كتهطل في هذا الأثناء في هذه اللحظات، واش يمكن يعني تنقد الموسم الفلاحي الحالي. فاحنا دائما معكم مشاهدينا متابعينا على المباشر على قناتكم قناة شوفتيفي، باش كنحاولوا نقربوكم من الأجواء العامة مشاهدينا متابعينا أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. لكم منا أغلى التحايا. فتحية عطرة كما قلنا نبعثها إلى مشاهدينا، ونبعثها نتمنى هاد أمطار الخير يعني تدخل الفرحة وتنعش أمال الفلاحين في إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي. فكنحييو كما قلنا دائما المشاهدين المتابعين ديالنا الأوفياء الطيبين اللي كيتواجدوا معنا في هاد اللحظات على المباشر على قناتهم قناة شوف تيفي. فأغلى التحايا مشاهدينا يعني كنبعثوها لكم صبيحة هاد اليوم، وانتم معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي اللي كتحاول دائما تقربكم من الأجواء العامة هنا بمنطقة دكالة بمدينة الجديدة. إذا هذا هو الجو العام مشاهدينا متابعينا الأوفياء، ونحن دائما معكم في هذه اللحظات في هذه الأثناء كيف تلاحظوا معنا مشاهدينا صبيحة هذا اليوم من هنا من مدينة الجديدة. نحيي جميع مشاهدينا أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن. وبقينا مشاهدينا إلى نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر، وغادي نخليكم مع الصور الجميلة الأكثر من رائعة بعد تهطل الأمطار على مدينة الجديدة على عاصمة دكالة. ونتمنوا إن شاء الله تكون أمطار عمومية على مختلف مدن المملكة المغربية وخاصة المناطق الفلاحية، لأن الفلاحة في حاجة ماسة إلى الأمطار، إلى أمطار الخير. إلى اللقاء مشاهدينا، أستودعكم الله، نلتقي في مباشر آخر، أودعكم وإلى اللقاء، ونخليكم مع الصور الجميلة الأكثر من رائعة هذا الصباح.